ورجعنا لكم في الحلقة التاسعة من تحدي الصندوق الغامض في مجمع الماء الرفع. لا تنسون تنورونا داخل المجمع. مرحبا، اسمك الكريم؟ اسمي جيهان. دانا. جاهزين للتحدي؟ إيه. تفضلي. ما هي السنة الإسلامية الحالية؟ 1446. ألف مبروك وفزتم معنا بالهدية. تفضلوا، عليكم بالعافية. شكرا. عافيك. مرحبا، اسمك الكريم؟ أميرة. جاهزة للتحدي أميرة؟ إن شاء الله. تفضلي. من أين يمكنك الحصول على إفطار تركي الأصل في مجمع الإنماء؟ مادو. الإجابة صحيحة، ألف مبروك. الله يبارك. تتفطرين هناك؟ يعني ساعات. تفضلي هذه الهدية. جزاك الله خير، ما قصرتي. مرحبا، اسمك الكريم؟ نادي مالك. جاهزة للتحدي؟ إيه. السؤال يقول: اقترب وقت العودة إلى المدارس، من أين ستشتري الأحذية الخاصة بالعودة للمدارس في مجمع الإنماء؟ يعني أنا أشتري من سكيتشرز أو أديداس. ألف مبروك، الإجابة صحيحة. تفضلي الهدية. شكورة. مرحبا، اسمك الكريم؟ معك فهيمة. روان. زينب حسين. جاهزين للتحدي؟ إيه. جاهزين. السؤال: ما هي أعلى قمة جبلية في العالم؟ جبل إيفرست. ألف مبروك، فزتي معنا بالهدية. تفضلي. تسلمين. شكرا. شكرا لكم. شكرا. مرحبا، اسمك الكريم؟ عهد. شيخة. جاهزين للتحدي؟ إيه. السؤال يقول: أين يقع محل نظارات النور في مجمع الإنماء؟ في الطابق الأول. ألف مبروك، فزتي معنا. تفضلوا الهدية. شكرا. مرحبا، اسمك الكريم؟ أسيل. جاهزة للتحدي؟ إن شاء الله. السؤال يقول: اذكر اسم قهوة تحتوي على الحليب. كابتشينو. ألف مبروك، فزتي معنا بالهدية. تفضلي. شكرا، يعطيك العافية. مرحبا، اسمك الكريم؟ فاطمة. فاطمة، مستعدة للتحدي؟ إيه. السؤال يقول: أين يقع باب البحرين، مدينة عيسى أو المنامة؟ منامة. ألف مبروك، تفضلي الهدية. شكرا. مرحبا، اسمك الكريم؟ مريم. جاهزة للتحدي؟ إن شاء الله. السؤال: ما هو أطول نهر في العالم؟ يمكن نهر النيل. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تفضلي الهدية. شكرا. وهذه نهاية حلقتنا لليوم، ونلقاكم غداً.